ملف الدولة اهتمت بيه وفتحته بقوة بقى لها فترة، وأنا الحقيقة من أشد المتحمسين لهذا الملف، وكلمت حضراتكم عنه الأسبوع اللي فات وهكلمكم عنه دلوقتي، وهنتكلم عنه ما بقي لنا من العمر لحد ما نحله. ما عندناش بديل غير إن احنا نواجهه ونقتحمه بإرادة سياسية ومجتمعية وإعلامية قوية وحاسمة لحد ما نظبطه، فهو يا نظبطه يا يفضل ظابطنا. أنا أحدثكم عن ملف الزيادة السكانية. أخيرا تكونت إرادة سياسية عند الدولة المصرية وأصبحت في خطة متكاملة، وبقى في مشروع قومي لمواجهة الزيادة السكانية، وبإشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة وتحت قيادة ومتابعة طبعا رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. سمعنا كلام الأسبوع اللي فات عن اجتماعات وعن خطط وعن مبادرات، منها مبادرة مهمة وبرنامج مهم جديد اسمه مبادرة 2 كفاية، وأنا كلمت حضراتكم عن هذه المبادرة أو هذه الفكرة الأسبوع اللي فات، وقعدت أطرح مع حضراتكم أفكار كتير عن إحنا ليه كل الحلول اللي بنلعبها بقالنا 40 سنة في موضوع تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية ما بتنجحش. لعبنا كذا وفشل، لعبنا كذا وفشل، فإيه اللي خلينا ننجح دلوقتي؟ إن إحنا نواجه بجد. واحدة من الأشياء اللي فيها مواجهة بجد اقتراح كده هناقشه مع ضيفتي العزيزة اللي بدعوكم للترحيب معي بها، وهي الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع حملة 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي اللي معانا عبر تقنية سكايب ولا زوم بالصوت والصورة. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير أستاذ تامر. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله تمام، نشكر يعني ربنا. لولا الكورونا والتباعد لكنت مشرفانا في الاستوديو، لكن كفاية ان حضرتك لبيتي دعوتنا. كان هيبقى ليا الشرف يا فندم. شكرا جزيلا. حضرتك متفقة معايا دكتورة انه في إرادة سياسية حقيقية، الدولة المصرية واضح إنها مصممة هذه المرة بجد على التعامل الحاسم مع ملف الزيادة السكانية، بدلا من الفترات الطويلة زمان من الأبس أند داونز اللي ما كانتش بتؤتي بثمارها يعني. أنا معاك طبعا، واضح جدا إن المرة دي الحكومة واخدة الموضوع بجدية شديدة ومسخرة له كل السبل والتولز الأدوات اللي بيها تنجح الخطة الاستراتيجية اللي اتحطت 21-23. معنى ان احنا نحط خطة قصيرة يبقى احنا ناويين فعلا ننفذ كل في ال3 سنوات دول نقلة نوعية، وننزل بمعدلات الخصوبة لمعدل نكون مقبول اللي بيها احنا دلوقتي 2.9. لا مش الناس او الولادة، معدل الخصوبة ننزل بيه، يعني ننزل بمعدل الخصوبة، يعني احنا دلوقتي كل 6 بتجيب طفلين وتسعة من عشرة في المتوسط. معدل معدل المواليد، اصل كلمة معدل الخصوبة دي تقلق بعض الناس يعني، فبلاش منها. لا هو احنا بنقول عليه في المصطلحات العلمية. المصطلحات العلمية بالظبط كده. تمام. فالمستهدف بتاعنا ان احنا نوصل في سنة 2032 2.4 طفل لكل سيدة. تمام. فاحنا عايزين يعني احنا محتاجين نجري في ان احنا نحقق ده. طيب اشرح لنا ببساطة كده وللسادة المشاهدين، واعتبرينا احنا في اخر النهار دلوقتي فرصة للتسويق والدعاية لحضراتكم في شغلكم المستقبلي، يعني ايه مبادرة 2 كفاية وايه ادواتها وملامحها اللي تشتغلوا عليها؟ مبادرة 2 كفاية دي تعتبر تدخل رئيسي من التدخلات اللي بتتخذها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة. هدف المبادرة اللي هو الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل اللي هو برنامج الدعم النقدي. بننفذ المشروع بتاعنا حاليا في 10 محافظات، وإحنا ابتدينا نشتغل نحضر للمشروع في 2018، وابتدينا الشغل على أرض الواقع في يناير 2019، يعني إحنا بقالنا دلوقتي 2 سنين تقريبا بنشتغل في 10 محافظات اللي هي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى معدل الخصوبة، اللي هي محافظات الصعيد والجيزة والبحيرة. إحنا نعمل إيه في ال3 سنين الجايين؟ إن إحنا هنتوسع في 20 محافظة، يعني ندخل 10 محافظات جداد، وبرضو هنفكر إن هيبقوا الأعلى خصوبة والأكثر فقراً. احنا بنستهدف في السنتين اللي فاتوا استهدفنا 1,142,000 سيدة من مستفيدات تكافل. واشتغلنا على 3 محاور مهمين جدا.
اشتغلنا على محور ان احنا نخلي المجتمع، الجمعيات الاهليه، المجتمع الاهلي يشارك معانا بقوه، فتعاقدنا مع 108 جمعيه اهليه. اشتغلنا على زياده الطلب على خدمات تنظيم الاسره عن طريق التوعيه، واشتغلنا كمان على تقديم خدمات تنظيم الاسره من خلال العيادات. طيب، هو اللي حضرتك بتقوليه يا دكتوره مهم، بس هو الاهم كمان من وجهه نظري، مع تقديم هذه الخدمات ووجود العيادات قريبه من المواطنين في الكفور والنجوع والمناطق اللي اكثر معدلات في الولاده، الفهم نفسه، يعني هل الستات اقتنعوا بانه الزياده السكانيه وزياده المعدلات ده هو اللي بيؤثر سلبا على مستوى معيشتهم وتقليل الخدمات عندهم والمشاكل اللي بنعاني منها؟ هل اقتنعوا بانه الدوله ملهاش مصلحه في انها تقنعهم بتنظيم الناس دي مصلحتهم هم؟ هل الوعي ده حصل؟ لانه من غيره كل المجهودات التانيه ملهاش لازمه. هو حضرتك، احنا كلام حضرتك مظبوط جدا. احنا في بدايه تنفيذ المشروع نزلنا وعملنا دراسه نشوف ايه المفاهيم اللي عند الناس اللي بتخليهم يبقى في زياده في الانجاب. فلقيت ان المفاهيم دي بتنحصر في 3 كاتيجوريز كبيره. في مفاهيم صحيه خاطئه بترتبط بتنظيم الاسره نفسها، يعني افكار غلط على انواع الوسائل، على طريقه استخدامها، على كده. في افكار كانت الاكثر، النسبه الاكثر كان في افكار مجتمعيه خاطئه، زي ان لازم يجيب ولد، ان الولد حاجه والبنت حاجه، ان الزواج المبكر، ان العزوه، السباق بتاع السلايف، حاجات كتيره، يعني حاجات كتيره، مفاهيم مجتمعيه كتيره كانت غلط. درسناها وحطيناها تحت الميكروسكوب. كمان لاحظنا ان كان في مفاهيم دينيه مغلوطه، صح، في خطاب ديني مغلوط كان متوجه للناس واتنتج عنه مفاهيم دينيه مغلوطه. مظبوط. فاحنا اشتغلنا الثلاث محاور دول، فاشتغلنا عن طريق مثقفات مجتمعيات، بنات احنا جبناهم من نفس البيئه علشان يتكلموا مع السيدات بلغتهم. تمام. يعني عشان ما تبقى عارفاها، دي مثلا ست فلانه، دي بنتها قريبتي، دي مش عارفه ايه اللي بيها، لما تتكلم معاها تحس انها منها، مش جايه بتملي عليها رساله. تمام. فالبنات دربناهم تدريب جيد جدا، وكل واحده اخذت دليل في الرسائل مفصله. ابتدت البنات دول يزورهم السيدات ويكونوا علاقه قويه معاهم، مش بتروح تزورها مره وخلاص، لا، ده بتزورها 4 مرات في السنه، فأصبح في علاقة. بتبقى كمان مش بس بتقول لها الرسالة، لا، بتتابع معاها. طب رحتي؟ طب خدتي الوسيلة؟ طب تعالي أنا أخدك ونروح بيكي، سواء إذا كانت عيادة وزارة الصحة أو عيادة التربية. طب هل لقيتوا يعني، هل لقيتوا عند المثقفات الزائرات دول وتواصلهم مع السيدات، هل لقيتوا مقاومة من الأزواج؟ يعني في أزواج مثلا قال للست اوعي تقابلي الست المثقفة الزائرة دي، اوعي تسمعي كلامها، لقيتوا مقاومة أعتقد ذكورية؟ طبعا كان في بعض الحاجات زي كده، وهم مدربات كفايه على ان هم لما يتحطوا في المواقف دي ازاي بياخد الزوج معاهم في الحديث، بان هو بيبقى في وضع هجومي. لا بالعكس، ده هي بتاخده بتكلمه على حاجات بتلمسه هو، على تاثير زياده الانجابيه على حالته الماديه، على صحته، على حاجات كتير هي ملموسه بالنسبه له. تمام. وبعد مش بس الزوج ده، كمان في دخلهم لقوا ان احيانا بتبقى القرار مش قرار الزوج ولا الزوجه، ده احيانا بيبقى قرار الحما. الحما هي المسيطره وهي اللي لا لازم تجيب. فحتى احنا دربناهم، لو لقيتوا شخص اخر غير الزوج او الزوجه له سي او له كلمه في اتخاذ القرار بتاع الانجاب في الاسره، ازاي تقدر تاخد الشخص ده وازاي تشوف ايه النقطه اللي هو بيتكلم من خلالها وايه وجهه نظره وازاي تقدر تحيده او تقنعه. صح. كمان كان في حاجه مهمه قبل ما انتقل بعيد عن المثقفات، انا بنتهز فرصه وجود برنامج حضرتك وببعت لهم تحيه، لان هم دول الجنود بتوعنا اللي في الارض، وان احنا من غيرهم ما نعرفش نعمل حاجه، لان هم دولت اللي واصلين لكل بيت من البيوت. صح. 1,142,000 اللي احنا مستهدفينهم. حاجة مهمة تانية زي ما بقول لحضرتك، إن المثقفات مهما كان تدريبهم، أحياناً لما بتزور السيدة في منزلها
بتتسأل سؤال قد يكون سؤال صحي أو سؤال ديني خارج اللي هي اتدربت عليه، وارد جدا. فالجمعية المثقفات دول بنبقى احنا زي ما قلت حضرتك متعاقدين مع 108 جمعية أهلية. الجمعيات دي بتعمل، كل جمعية من دول بتعمل ندوة كل أسبوع. فالندوة دي بيحاضر فيها رجل دين وطبيب. فلما بتتسأل أي مثقفة سؤال هي مش هتقدر تجاوب عليه، وخاصة في الدين بالذات لأن لازم الدين بيتاخد، وفي الصحة برضو طبعا من المتخصص. فبتقول لها لا أنا مش هقدر أجاوبك على السؤال ده، إحنا عندنا الأسبوع ده في ندوة، تعالي أنت وزوجك وتعالوا احضروا. إحنا بالمناسبة عملنا في خلال السنتين دول 4,768,000 زيارة طرق أبواب، في راح 660,000 سيدة راحوا للحصول على وسائل تنظيم أسرة. عملنا 4,400 ندوة حضرها 450,000 رجل وسيدة. برضو كمان اشتغلنا في التوعية على حاجة تانية اللي هي الحملات الإعلامية الموسعة. أكيد حضرتك سمعت عنها، في حملة، كان في حملة تمهيدية عملها الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، كان بتحط علامة استفهام بتخلي الناس تفكر، بتقول إيه لها كده، تقسمها على 5 ولا على 2. فإحنا طرحنا السؤال في الحملة التمهيدية علشان تعمل عقلها وتبتدي تفكر. طيب أنا عندي سؤال هنا دكتورة، وأرجو أن حضرتك تفكري معايا فيه أو نفكر خلال الفترة اللي جاية في تطبيقه. مش عارف ده يتفق بقى مع الدستور ومع التشريعات ولا محتاج تعديل تشريعي، لأنه إذا لم تأتي فكرة الدعاية والوعي والتثقيف والإرشاد والدعاية الإعلانية اللي احنا هنعملها والإعلامية بنتائج مرجوة، هل يمكن أن احنا نلجأ إلى فكرة، مش هقولك العقوبات بس هقولك فكرة الحرمان من بعض المزايا إذا لم يلتزم بعض الأسر بالحدود المسموح بها في الزيادة السكانية؟ هو أنا الخطة اللي اتحطت حديثا في مجلس الوزراء واشتركت فيها كل الوزارات فيها فعلا بعض الحوافز الإيجابية. يعني مثلا وزارة التضامن الاجتماعي هتقدم سلة من المواد الغذائية هتضاف على بطاقات التموين للسيدات اللي بتلتزم بطفلين فقط. بدي حافز إيجابي تمام و دستوريا مظبوط، وممكن عمايل حوافز اخرى ايجابيه في نفس الموضوع. كمان في حاجه لازم هاش التشريعات وتغليظ العقوبات في بعض الحاجات اللي ادت الى زياده الانجاب، زي الالتزام بسن الزواج. لازم مراجعه هذه القوانين، وهي اعتقد في دلوقتي مطروح على مجلس النواب، واعتقد وزاره العدل هتراجع القوانين دي المعروضه على مجلس النواب. وفي برضو عماله الاطفال، تغليظ العقوبه يا جماعه على عماد الاطفال، صحيح. تغليظ العقوبه على الزواج المبكر. على فكره موضوع عماله الاطفال دي يا دكتوره مهم جدا جدا جدا، لانه كتير من الاباء تحديدا في الريف وفي الصعيد وفي بعض المناطق اللي هي الاقل في مستوى المعيشه والخدمات بيعتبروا ان العيال الصغيره مصدر رزق ليهم، يعني بيخلفوا العيال وبيبعتوا الولاد يبعتوا يشتغلوا في المحلات وفي الكافيهات، وبيبعتوهم في يبقى صبي السمكري ولا صبي مش عارف الايه، والبنات يروحوا للاسف من اول 19 سنين يروحوا يشتغلوا خادمات في البيوت، فبيتحولوا الى مصدر دخل. فلو احنا قفلنا عماله الاطفال تحت السن دي هيتحولوا بالنسبه لهم الى عبء، فمش هيخلفوا. ده هو ده حضرتك أصبت كبد الحقيقة، لأنهم مش بس هيتحولهم إن هم عبء، لا ده هو حتى لو عنده الأطفال أنت وقفت له عمالة الأطفال، لو هو ما جابش أطفال بهذا السبب مش هيفكر يجيب. صح. ولو جابهم بالفعل هيسيبهم في المدرسة يتعلموا عشان ما يطلع لناش نسبة أمية عالية برضو تعمل زيادة في الإنجاب. صح. فأصل هي يعني هي سلسلة، هي زي ما دائرة مفرغة. الجهل بتجيب الأفكار الغلط، بتجيب زيادة الإنجاب، زيادة الإنجاب بتعمل عد أمية وهكذا. فإحنا عايزين نكسر الحلقة دي علشان نقدر نعمل تنمية اجتماعية شاملة. صح. مش حاجة واحدة بس.
هنتقابل 2023 ان شاء الله، وهنتحاسب مع بعض على المعدل ساعتها بتاع المواليد، وان شاء الله يكون المعدل المستهدف لينا بعد نجاح جهودكم ومبادرات الدولة كلها دكتورة.